لماذا يميل المغاربة للدفع الكاش وتفضل الدولة الدفع الإلكتروني؟ استمرار تعامل المواطنين بالأوراق النقدية الكاش لديه تأثير على الاقتصاد المغربي، لذلك جدد مؤخراً والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري مخاوفه بشأن ارتفاع تداول النقد بالمغرب. الجوهري أشار إلى أن حجم النقد المتداول في الأسواق حالياً تجاوز 430 مليار درهم، ما يناهز 30% من الناتج الداخلي الخام، مشددا على أن هذه النسبة تبقى من بين الأعلى في العالم بأسره. لكن المغاربة من جهتهم يفضلون الكاش نظرا لسهولة الاستخدام باعتباره وسيلة دفع سهلة، خاصة للأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات بنكية أو الذين يعيشون في المناطق الريفية.